أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلوات صلوا على محمد علي ابن أبي طالب سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال حدثنا شيخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث، قالوا جميعا لما قبل الله الفدا من عبد المطلب في ولده من أراد الله جاءني.
كيف تقدرون على جهد الفاش عظيم المراش؟ قال يا قوم إن هذا الرجل قد كبر وخرب وقد خل عقله، إياكم أن تسمعوا قوله. ثم قال لهم أرأيتم الشجرة إذا انقطع؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. أصلها فهل تعود خضراء؟ قالوا لا. قال فإن قتلتم صاحبكم الذي يخرج من صلبه هذا المولود. السلام عليك يا حبيب الله محمد. صلي ربي عليك.